فلنأتي سويا لنتعرف على بعض مبادئ أهل الحق والاستقامة التي من شأنها أن تعز أفراد هذه الأمة وأن تعلي من قيمتها ومن قدرها. أهل الحق والاستقامة يمثلون الحق ويمثلون الاستقامة. أما تمثيل الحق ففي العقيدة الإسلامية الصحيحة الحقة، وأما الاستقامة فتتمثل في المظاهر السلوكية والمبادئ الوجدانية، المبادئ الوجدانية التي تتغلغل في الأعماق وتترسخ في القلوب. هذان مبدأان يسير عليهما أهل الحق والاستقامة. فما هي مفردات هذا المعنى؟ وما هي مظاهر هذه المبادئ؟ لنأخذ بعض الأمثلة من أهل الحق والاستقامة لنرى كيف مضوا وكيف قدموا لهذا الدين. كلنا يعرف أن هناك أمثلة خالدة في التاريخ، هناك في الزمان القديم والحاضر أمثلة حية تمثل أهل الحق والاستقامة تمام التمثيل، والأمر سواء بالنسبة للرجال والنساء. كما قدم أهل الحق والاستقامة من الرجال، قدم أهل الحق والاستقامة من النساء. ونستطيع أن نضرب مثالا في وقت واحد لاثنين من أهل الحق والاستقامة واثنتين من أهل الحق والاستقامة، وهما من الرجال أبو بلال مرداس بن أدية وأخوه عروة، ومن النساء ابنة عروة والبلجاء. وهؤلاء الأربعة كلهم في وقت واحد في زمان واحد، وجابه ظروفا متشابهة، وعاشوا أحوالا متفقة. أبو بلال أحد الذين نجوا من معركة النهروان، وهناك من تلك المعركة عرف كيف يتمسك بالحق وكيف يسعى من أجل الحق وكيف يضحي من أهل الحق. عاش أبو بلال وعاش أخوه عروة في زمان زياد بن أبيه والي العراقين الكوفة والبصرة، الذي عندما ملك زمام الأمور في العراق قام خطيبا وقال خطبته التي تسمى البتراء، وإنما سميت البتراء لأنها مبتورة من الرحمة، ليس فيها، لم يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بحمد الله ولا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الناس والله لآخذن المحسن منكم بالمسيء، ولآخذن البريء منكم بالسقيم، والمحسن بالمسيء، والسمي بالسمي، حتى يقال انج سعد فقد قتل سعيد. يعاقب البريء بسبب إجرام المسيء، ويعاقب المحسن بسبب ذنب المذنب، ويعاقب السمي من أجل أن من يشبهه في الاسم أذنب، حتى يقال أنج سعد فقد قتل سعيد. يا سعد أنج بنفسك، لأن هناك رجلا يشبهك في الاسم قد عوقب،
فإنك تستحق العقاب لأنك تشاركه في الاسم. أن يسعد فقد قتل سعيد. فاعترضه عروة قائلا: ولكن الله أيها الأمير أنبأنا غير الذي أنبأتنا. فقال في كتابه: ألا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يعاقب البريء بسبب المسيء، وكيف يعاقب المحسن بسبب المذنب، وما ذنب الإنسان أن يكون له سمي قد أذنب، ما ذنبه أن يناله شيء من العقاب. فأخذها الوالي في نفسه: من هذا الذي يعترض على الوالي؟ ما هذه الجرأة من عروة أن يقوم فيعترض الوالي؟ وبماذا اعترضه؟ ماذا قال له؟ ذكره بآية من القرآن بأحد مبادئ أهل الحق والاستقامة: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهو مبدأ إسلامي قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المبدأ الذي يضاده، وهو الثأر الذي كان شائعا عند قبائل العرب. إذا قتلت قبيلة رجلا فإن تلك القبيلة التي قتل فيها القتيل لا تكتفي بمجرد قتل القاتل، ولكنها تختار أفضل شخصية في القبيلة الأخرى فتقتله. جاء الإسلام وقضى على هذه النعرات، وأحياها بنو أمية بعد أن قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها الوالي على عروة، ضغنها في نفسه وقلبه، وبعد مدة أرسل قوة فأمسكوا به، وكتب قائد الجند الذي أمسك به إلى الوالي: لقد وجدناه في سرب، كان يختفي في سرب رضي الله عنه. فأرسل قائد الجند الرسالة مع أحد الجند فقرأها على الوالي: إنا وجدناه في شرب. أخطأ في القراءة، بدلا من أن يقرأها في سرب قال: وجدناه في شرب، والشرب المجموعة التي اجتمعت لشرب الخمر والعياذ بالله. فضحك الوالي، ضحك الوالي قال: ليتك وجدته كذلك. لماذا؟ لأن الوالي يعلم أين يكون عروة، يعلم أنه لا يكون في قوم يشربون الخمور ويتعاطون المجون. ليتك وجدته كذلك، ولكنه في سر. ثم ابتدأ الانتقام من أجل كلمات: قطعت يداه رضي الله عنه ورجلاه، ثم علق مصلوبا أمام الناس. يريد الوالي أن يكون عبرة، وما درى هذا الأحمق أنه سيكون قدوة. ولسان حال عروة يقول: علو في الحياة وفي الممات، لحق تلك إحدى المعجزات. كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة. هذا حال عروة حين صلب: علو في الحياة وفي الممات. وهو الأمر الذي حدث لي أبي حمزة الشاري رضي الله عنه، صلب أيضا. علو في الحياة وفي الممات، قيلت هذه القصيدة في حق رجل صلبه وزير، فلما سمعه الوزير قال: ليتني كنت المصلوب وهذه القصيدة قيلت فيه. ثم جاءت هذا أحد الرجال من الرجلين، ثم جاءت إحدى النساء من المرأتين ابنة عروة، فوقفت على أبيها تبكي رضي الله عنها
وقد رأت أباها هناك مصلوبا قطعت يداه ورجلاه فبكت قامت تبكي فعلم بها الوالي فأرسل إليها وأحضرت أنت على دين أبيك؟ قالت نعم ففعل بها كما فعل بأبيها رضي الله عنها ولم يثنها جبروت ذلك الطاغية أن تتراجع عن شيء من مبادئها ولما رأى أهل الحق والاستقامة من الرجال والنساء ما حل بأصحابهم كان ذلك دافعا قويا لهم لأن يعلنوا مبادئهم أكثر ويسعوا إلى منادات الناس حتى يقوموا بواجب الحق ويقوموا بواجب هذا الشرع الحنيف فصارت حتى النساء تحرض على الوالي حتى النساء ماذا فعل الوالي؟ صار كلما رأى امرأة تحرض الناس عليه وتصادمه أمسك بها وجردها من ملابسها أخزاه الله فكانت النساء تقول لولا التعرية لخرجنا تخرج لماذا؟ من أجل أن يجابه الظلم والظالمين وكان من بين هؤلاء النساء البلجاء رضي الله عنها كانت لا تبالي في أن تقول كلمة الحق فعلم بها الوالي وذكرها بسوء فجاء أحد المخلصين لأبي بلال يطلب منه أن ينصح البلجاء أن لا تتعرض للوالي ولا تظهر نفسها فجاء أبو بلال الرجل العاقل الحكيم لينصح هذه المرأة إن هذا الظالم قد ذكرك فاستتري ما معنى استتري؟ اختفي ابحثي عن مكان تختفين فيه عن الأنظار فماذا قالت تلك المرأة المؤمنة؟ قالت أخشى أن يؤخذ أحد بسببي انظروا إلى الورع تقصد البلجاء أخاف أنني إذا اختفيت واختبأت في بيت إنسان وقبض علي في ذلك البيت أن يعذب صاحب البيت بسببي أخشى أن يؤخذ أحد بسببي فلم تبالي وأمسكوا بها فماذا فعل بها الوالي؟ قطع رجليها ويديها ورماها في السوق عارية يقول سالم الهلالي كان ممن حضر الموقف أتدرون ما حال أختكم البلجاء؟ قطع سمل الوالي عينيها وقطع يديها ورجليها فوالله ما قالت حس كلمة تألم ما خرجت منها كلمة تدل على التألم والتوجع فسألوها كيف من يطيق سمل العيون بالنار وقطع الأيدي والأرجل فقالت شغلني هول المطلع عن ألم حديدكم هذا شغلني هول المطلع أي استقبال الدار الآخرة وملاقات رب العالمين عن ألم حديدكم هذا لا تحس بذلك الألم وتلك النيران ولا تحس بالحديد وهي تقطع الرجلين واليدين شغلها أمر آخر أعظم هذه امرأة من أهل الحق والاستقامة فتاتان من أهل الحق والاستقامة في وقت واحد ولذلك إذا تمسكت المرأة من أهل الحق والاستقامة بدينها كانت من أفضل خلق الله على الإطلاق ولهذا يروي الجاحظ في كتابه البيان والتبيين يقول
يروي عن قوم من الأقوام أنهم كانوا يحبون أن تكون في نسائهم إباضيات ويؤخذن بحفظ سورة النور، كانوا يتمنون أن تكون في نسائهم إباضيات تمثل الحق وتمثل الاستقامة. جاء أبو بلال وهو يمشي في الطريق فرأى المرأة، رأى هذه المرأة مرمية ملقاة على الطريق وقد حل بها ما حل، فعض على لحيته وقال: والله إن المقام على هذا لعظيم، لا نستطيع أن نصبر أبدا، وإن إخافة السبيل لعظيمة، لا نريد أن نخيف الناس، وإن إخافة السبيل لعظيم، يعني إخافة الناس في الطرقات أيضا أمر عظيم، ونحن لا نريد أن نثأر من غير القاتل، ولا نريد أن نقتل ونستبيح الأعراض والدماء، ولكننا ننتبل عنهم، نذهب عنهم جانبا، ولا نقاتل إلا من قاتلنا، ولا نأخذ من الفيء إلا أعطياتنا. فخرج في 40 رجلا من أصحابه، خرج في 40 رجلا متجهين صوب الأهوال، وفي الطريق إذا بقافلة قادمة إلى العراق، وكانت تابعة لوالي العراق، فطلب منهم أبو بلال أن يعطوه زادا له ولأصحابه. لماذا؟ لأنه من مال المسلمين، وهو حق لكل فرد مسلم، لأبي بلال وأصحابه وغيره، فأعطوه درهمين درهمين لأصحابه. صاحب القافلة أعطى أبا بلال ومن معه لكل واحد درهمين درهمين. وهنا يأتي ورع أهل الحق والاستقامة، فيرد نصف المال ويقول: يكفينا هذا، من يستغني عن المال في تلك الظروف الحالكة؟ يكفينا هذا، درهم درهم لكل واحد، ولا نأخذ من الفيء إلا عطياتنا. علم الوالي بمخرجهم فأرسل وراءهم جيشين بقيادة عباد بن أخضر، فلحقهم في مكان يسمى آسك، فتقابلوا: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نردكم إلى الوالي. قالوا: ولكنه يفتننا عن ديننا. قالوا: ولو، لابد أن ترجعوا. فنصحهم وحذرهم أبو بلال فأبوا، وتقارعت السيوف وتجالدت الأسنة، وما هي إلا لحظات حتى يفر الجيش المكون من 2000 أمام 40، الجيش المكون من 2000 ينهزم انهزاما أمام 40، الواحد من 40 كم يقابل؟ الواحد من 40 كم يقابل؟ يقابل 50، لكل واحد منهم 50 رجلا يقاتله، حتى المبدأ في القتال غير موجود عند الجيش الأموي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد أمام 2، وهنا الواحد أمام 50. ظلم واستبداد وجور وقهر. ألف مؤمن فيما زعمتم ويهزمهم بآسك 40؟ هل أولئك مؤمنون حق الإيمان أن يهزمهم 40؟ لا. ويرجع الجيش الأموي يجر أذيال الخيبة، يجر أذيال الهزيمة، يجر أذيال الخزي، يجر أذيال العار والشنار في الدنيا قبل الآخرة.
ويغضب الوالي غضبة مضرية فيرسل 4000. 4000 كم يقابل الواحد من 40؟ 100. يقابل 100 ويتجالد الجيشان مرة أخرى. وتحضر الصلاة، يحضر وقت الصلاة، وتشتاق نفس أبي بلال وأصحابه لكي يكبروا لله عز وجل تكبيرة يطلقون بها الدنيا، ويحنون جباههم لله وأصلابهم لله، فيخاطبون الجيش الأموي: حان وقت الصلاة، فدعونا نصلي وتصلوا. فوافقوا، مسلمون يصلون لكي يرجعوا بعد الصلاة إلى القتال. فما أعظمها من محنة تمر بها الأمة. ولكن ماذا يفعل أبو بلال وقد جاء جيش مكون من 4000 لاعتداء عليه؟ ولماذا؟ لكي يردوهم إلى ذلك الطاغية. لماذا؟ حتى يقتله. وتحضر وقت الصلاة ويبدأ ويشرعون في الصلاة. أبو بلال وأصحابه توجهوا بقلوبهم قبل وجوههم إلى الله سبحانه وتعالى. وأولئك وإن توجهت وجوههم إلى القبلة لكن قلوبهم في واد آخر، فأسرعوا في صلاتهم وأتموها قبل أن يتمها أبو بلال وأصحابه. وقيل بل قطعوها وجاءوا إلى أبي بلال وأصحابه فقد تلوهم ما بين قائم وراكع وساجد، فأسلموا أرواحهم لله ولم يخسروا شيئا.